أهلا بكم. سحر المقابر من أخطر أنواع السحر اللي بيصاب بها الإنسان، ولذلك بيسموه بالسحر الأسود المميت. ليه؟ لأن بيترتب على سحر المقابر إصابة بأمراض لا تعد ولا تحصى، من أبرزها التصلب اللوحي والوسواس القهري والصرع اللي بيجي للإنسان. عشان كده أنا هفرج لك بين سحر المقابر والسحر المأكول، وهذكر لك أعراض سحر المقابر عند الرجال وعند النساء، وأيضا هعرفك كيف إنك أنت تتخلص من سحر المقابر بطريقة سهلة ومجربة، وحنتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم كيف انه اتخلص من السحر عندما سحر. فركز معايا. اول حاجة، سحر المقابر ده منتشر في المغرب والجزائر والعراق، وايضا منتشر عندنا في مصر وفي السعودية نسبة قليلة جدا. عشان كده انا هسألك سؤال، ما بتكونش في مرة من المرات جالس مع راقي وهو بيرقي حد، وتبص تلاقي الشخص قاعد مستكين، بس كل اللي بيشعر به تنميل في الجنب الايسر خفيف، او المرأة تشعر بألم في الرحم او صداع بيجاه في الرأس او الام اسفل الظهر، وما فيش اي حركة والجسم ساكن تماما، ده معناه ان الانسان ده مصاب بسحر مأكول. طيب فين بقى سحر المقابر؟ سحر المقابر ده تبص تلاقي الجن عمال يصوت ويصارخ ويهايط، وعمال يتكلم بكلام يقول يسب ربنا ويسب الدين ويسب كل حاجة ويلعن. ليه؟ لان سبحان الله بيكون مارد وبيكون من اعطى واخطر انواع الجن. عشان كده سبحان الله سحر المقابر ده سموه بالسحر الاسود. ليه؟ لان الانسان اللي بيصاب بيه بيكون حي بين الناس، ولكن للاسف الشديد من دخله بيكون ميت. وعشان كده بيسموا سحر المقابر ده بالسحر المميت. ليه؟ لان الانسان بيشعر بتنميل في راسه وحركة بتنتقل من هنا الى اسفل الراس، وتنميل في كل انحاء الجسد طول ال 24 ساعة، وايضا زغللة في العينين. تلاقي ان الانسان سبحان الله عينه كده مش شايف بيها، وحاسس بتنميل وحاسس بصداع في عينه، وما يقدرش ان هو يتحرك ولا يعمل اي عمل من الشغل اللي هو موكل بيه، الا ان هو يقدر يعمل حاجة واحدة بس. عارف ايه هي؟ النوم. ليه؟ لان مش قادر يتحرك. وايضا من ضمن الاعراض اللي بيسببها سحر المقابر ان الانسان يصاب بالام في العظام، وما ادراك بقى من الام العظام ده. اذكر مره من المرات احد الرقاب يقول انا رحت الوحدة اقرا عليها، فظلت اقرا عليها لمده ساعه ما فيش اي اثر، فجاه بقرب من الحاله ببص لقيت اللي بيعمل لي زي الثعبان بالظبط، اخذت هيئه الثعبان وبتبص لي بصات غريبه وكانها ثعبان عايز يعضني. وبعدين سبحان الله سألت زوجها، بيقول لي أنا كل يوم في المستشفى، لدرجة إن أنا خدت زوجتي في مرة من المرات للمستشفى، وبيقول ماشي على رجلها عادي، ولما راحت للطبيب قال لها أنت إزاي ماشي على رجلك يا ست، أنت ده أنت أساسا عندك كسر من الدرجة الثانية، فدي مشكلة كبيرة جدا. فلازم كل إنسان ينتبه ويعرف إيه هي أعراض سحر المقابر عشان يتخلص منه بسهولة جدا. طيب بالنسبة للأعراض أيضا، إنك تلقى الإنسان سبحان الله مكتئب حزين 24 ساعة، عنده خوف شديد ويكره كل حاجة كان بيحبها. مثلا محمد بيحب ان هو يخرج مع اصحابه واصدقائه ويتمشى ويطلع ويروح شمال ويمين، فجأة اصبح انطوائي مش طايق ان هو يطلع برا البيت، ولو طلع برا البيت يكون خايف ومرعوب مش متقبل اي حد، وتلاقيه كده عنده شروط ذهن يتكلم ويقولك ها لا 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 لا، وتلاقيه دايما يحب ان هو يحبس نفسه في الاوضة ويقفل على نفسه بالمفتاح، قاعد 24 ساعة مع نفسه مش عايز يلتقي مع حد ولا يجتمع بحد. لو اهله دوروا وفتشوا حيلاقوا ان الانسان ده اصيب بسحر المقابر، وهو اخطر انواع السحر. ولذلك عند النساء تجد ان المرأة تطلع لها كدمات زرقاء في الرجلين، تجد الام اسفل الظهر، تجد ضيق في الصدر 24 ساعة، تساقط في الشعر، حبوب بتطلع في كل انحاء الجسد، تصدر منها روائح كريهة. طيب هي ما كانتش بيصدر منها كل الاشياء دي قبل كده؟ لو رجعت نفسك يا اختي الكريمة هتلاقي انك مثلا ممكن تكون بتشتكي من الاعراض ديت من سنة او سنتين او ثلاث سنين، وانت قبلها كنت سليمة ما فيكش اي حاجة. راجع نفسك، ربما ان انت تكوني اصبت فعلا بسحر المقابر. فلازم انك انت تلجأي الراقي او تستخدمي برنامج معين من خلاله ان شاء الرحمن تتحسن حالتك وتخفي من اعراض سحر المقابر. ولذلك انا حاسكر لك حديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به البلاء دعا الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنه، لان النبي ظل مصاب بالسحر لمدة 40 يوم، كان يخيل اليه انه يأتي الشيء ولا يأتيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أتدري أن الله استفتاني فيما استفتيته فيه؟ قالت فيما يا رسول الله؟ قال أتاني رجلان وأنا نائم، فقال أحدهما للآخر ما بال صاحبك؟ قال مبوب. قال من طب؟ قال بنات لبيد بن عاصم. قال فيما؟ قال في مشط ومشيط وطلع نخل.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الرؤية دي أرسل أبو بكر وعمر وبعض الصحابة عشان يطلعوا السحر من البئر. فذهبوا فعلا وظلوا يصفوا في البئر يصفوا في البئر، فلما جم على أسفل البئر لقوا حنة مالية البئر، فبقوا صفوا ماء مليان حنة. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة: يا عائشة، ما كان نقاؤها، يعني ما كان الماء اللي موجود في البئر، حنة، ولكن كان رؤوس الشياطين. لذلك بعض الأخوات بيصحوا من النوم بتبص تلاقي في إيديها أثر حنة، وأكثر من أخت ذكرت لي في الكومنتات أو في التعليقات أو في البرنامج اللي أنا بعمله تفسير الأحلام مباشرة: أنا بصحى من النوم ألقى حنة في إيدي. إيه معناته ده؟ معناته إنك أنت ربما تكون اتعرضت لسحر مقابر، فلازم إنك أنت تعرضي نفسك على راقي للضرورة. ولازم يا إخوان إن احنا نحصن نفسنا كويس، ونعرف حاجة واحدة فقط لا غير، إن الإنسان الخبيث اللي عمل لنا سحر المقابر هدفه حاجة واحدة بس: موتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هدفه موتك. شوف الحقد والغل وصل لحد فين. لأن سحر المقابر لما بيتعمل بدم الحيض، وده من أسوأ السحر، بيتعمل بنجاسات. فياخدوا دم الحيض أو ياخدوا ماء الرجل أو ياخدوا اتنين فياخدوا دم الحيض أو ماء الرجل أو اتنين يكونوا وقعوا مع بعض في الحرام، وياخدوا الماء بتاعهم ويكتبوا به السحر والطلاسم. ودي طبعا من ضمن العبادات اللي بيتقربوا بيها للشياطين عشان الشيطان يساعدهم، ويكون السحر من أخطر وأعتى أنواع السحر. ولذلك يا إخواني الأقارن ويكون السحر من ولذلك يا إخواني الأفاضل، لما يتعمل سحر المقابر ده تبص تلاقي الإنسان يصاب بالمرض، ويفضل المرض ينتشر في كل أنحاء جسمه. قد يصاب بمرض السرطان والعياذ بالله، وكم من حالة أصيبت بمرض السرطان بسبب السحر وبسبب العين. وقد يصاب بمرض خبيث وما يلاقولهوش علاج، يفضل الإنسان جسمه ينحف 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 لحد ما يموت. ومن ضمن الرؤى التي تدل على سحر المقابر أيضا، وقد أنت تكون شفتها قبل كده، والرؤية دي سبحان الله ربنا بيبعتها لك كتحذير: انتبه يا عبد، لأن فلان ده بيسوي لك سحر مقابر، انتبه يا أمتي، لأن قد تكون اتعرضت لسحر المقابر. إيه هي الرؤية دي؟ الرؤية دي رؤية الجري بين المقابر، أو أنك أنت تشوف كلب أسود بيجري وراك والكلب عضك، أو أنك أنت تشوف نفسك بداخل مقبرة ومحبوس. معنى ده إيه؟ معناته أنك أنت تعرضت لأسر من الجن وعبارة عن سحر مقابر، فلازم تستمع للرقية الشرعية. ومن أفضل البرامج اللي ذكرت في علاج سحر المقابر بصفة عامة وعايزك أنك أنت تحافظ عليها، وده برنامج رائع جدا. أول حاجة يا أخي الكريم، هتقرأ سورة البقرة لمدة 41 يوم على التوالي، ما تنقطعش نهائيا. طيب أنا امرأة بصب الدورة، استمعي ليها يا أختي الكريمة في فترة الدورة. ها، وضبنا على قراءة سورة البقرة؟ نعم. طيب الأمر الثاني، هتجيب شبة، هذه هي الشبة، تمام؟ هتجيب شبة، الشبة مع ورق السدر، وتحطهم في بانيو، تمام؟ وتضعهم في بانيو. ما عندكش بانيو، حطهم في طشت يا عم، وانزل اقعد في الطشت، وخلي حد يصب عليك، جوزك أو بنتك أو أي حد يصب عليك المية. وبعد كده أنزل في الطشت وخلي زوجي يصب علي المية أو بنتي تصب علي المية عشان تمتلك كل ظهري. والفترة دي أعملها إمتى؟ قبل صلاة المغرب مباشرة، لمدة كام؟ لمدة 40 يوم أو 7 أيام، مش مشكلة، حسب استطاعتك. الخطوة الثالثة في البرنامج، هنقرأ آيات سحر المقابر وصورة البقرة ورقية الشرعية على زيت زيتون وخلي تفاح وماء ورد، ونخلطهم كلك ببعض، وندهن جسمنا في الصباح وندهن جسمنا قبل المغرب. طيب واحدة هتقول لي أنا بشتغل، خلاص اتهني جسمك بعد ما ترجعي من شغلك وقبل النوم. ولازم إن احنا نفضل ندهن جسمنا لمدة 21 يوم على التوالي، ولما ندهن جسمنا نستمع للرقية الشرعية في الأذن، ونظل إن احنا نكررها، هنبص نلاقي نفسنا تحسننا بنسبة 100% من سحر المقابر. الخطوة الأخيرة يا أخي الكريم، الدعاء بيصنع المعجزات، فالجأ لربنا سبحانه وتعالى بقلبك وبجوارحك في سجودك وركوعك وقيامك. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ابتلي بالسحر وصبر 40 يوم، فدعا ربنا سبحانه وتعالى أرسل له رؤية فدلوا فيها على ما كان السحر. فلربما أيضا أن ربنا سبحانه وتعالى لما تلجأ لي بالدعاء والتضرع يرسل لك رؤية، فتعرف ما كان السحر فين، فتروح بنفسك تطلع السحر ده وتبطله. أو أن الراقي يكون ماهر فيضغط على الجن اللي موجود خادم سحر المقابر ده، ومن خلال الضغط عليه يدله على ما كان السحر. وده بنشوفه في مقاطع كتيرة جدا على اليوتيوب، أن الجن بيدل على ما كان السحر والناس بتروح تطلع السحر ده.
وامشي على البرنامج ده الفترة اللي تقدر عليها. أسأل الله عز وجل لأخي الكريم أن يعافيك من سحر المقابر. لو مرت عليك الرؤية اللي أنا ذكرتها بتدل على سحر المقابر أو بتشتكي من أي عارض من الأعراض اللي أنا ذكرتها لك، ضح لي أسفل الفيديو وأنا هرد عليك. وما تنساش يا أخي الكريم أن الدل على الخير كفاعله. شارك المقطع ده لكل أصحابك وأصدقائك اللي تعرفهم لعلهم أن هم يستفيدوا من البرنامج ده. وما تنساش تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتكم تفسير الأحلام. ليكم أطيب تحياتي، أنا أخوكم يوسف أحمد.